هتكلم عن موضوع مهرجانات العسل، والحقيقة هي ثقافة من ثقافات المتعلقة بتربية النحل. منلاحظ ان مهرجانات العسل بتقام في عدد من دول العالم وبتنظم بشكل مستمر. هنلاحظ زي مثلا يوم العسل الوطني في بريطانيا، عندهم كل سنة بيخصصوا احتفالية للعسل. منلاحظ برضو في مهرجانات في اليونان للعسل ومنتجات النحل، في برضو مهرجانات بتتعمل في أوكرانيا وروسيا وتركيا وعدد كبير من دول العالم للترويج لمنتجات النحل والعسل. في الدول العربية هذه الثقافة بدأت في الانتشار وبتقام من عدة سنوات في دول الخليج زي السعودية والإمارات، وعدد من الدول العربية لديها هذه الثقافة. منلاحظ إن في أمريكا مثلا كل ولاية عندها تحتفل بهذا المهرجان في يوم خاص بيها لإنتاج العسل وللتعرف على منتجات النحل. في جمهورية مصر العربية أصبح يعقد الآن مهرجان العسل المصري، وأصبح يعقد بشكل سنوي، وبدأ يبقى هناك إقبال على العسل والتعرف على منتجات النحل، وبيكون فرصة ممتازة هذه المهرجانات لغرض احتكاك الجمهور بالنحالين وشركات النحل، وبتكون فرصة للتعرف على أنواع العسل المختلفة ومنتجات النحل المختلفة. كذلك بيزيد من وعي المستهلكين بأهمية العسل وفوائد ومنتجات خلية النحل، وكذلك بيحتك النحالين ببعضهم البعض، وبيحدث تبادل تجاري وتبادل للخبرات، بجانب هناك منافسة أثناء عرض المنتجات، وبالتالي بيكون هناك زيادة جودة وزيادة في الخبرة وتنوع في طرق التسويق. بيكون في برضو على هامش هذا المهرجان مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي يستفيد منها النحالين، وبالتالي بتكون باب لتبادل الخبرات وزيادة الوعي عن تربية النحل. بيكون كذلك حلقات نقاش للتحدث عن المشاكل الخاصة التي تواجه النحالين وسبل حل هذه المشاكل مع المسؤولين، وبالتالي بيكون هناك فائدة علمية وعملية من هذا المهرجان. أيضا بيوجد على هامش المهرجان مجموعة من العروض الترفيهية التي تزيد من جذب الجمهور، وخاصة عامة المستهلكين والغير متخصصين في النحل، لغرض الاستفادة والتمتع بهذا الاحتفالية والتعرف على منتجات النحل المختلفة. كذلك المهرجان بيزيد من فرص تسويق العسل ومنتجات النحل، وبالتالي بيصبح مصدر دخل إضافي للعارضين فيه. وقد تشارك بعض الجهات الأخرى زي دور النشر المخصصة لبطباعة الكتب، فقد تعرض الكتب المختلفة الخاصة بتربية النحل والمجلات المتعلقة بتربية النحل، وكذلك الشركات المتخصصة بالمنتجات الطبية والتجميلية المتعلقة بتربية نحل العسل، وكذلك الشركات المصنعة للحلويات والمواد الغذائية يعني المعتمدة على منتجات النحل. وقد تعقد بعض المسابقات وتمنح شهادات للمشاركين في المهرجان لغرض التحفيز للمشاركة في الأعوام التالية. وبالتالي يمكن القول بأن مهرجانات العسل هي فرصة جيدة للنحالين وللمستهلكين، فلابد من الحفاظ عليها للحضور والاستفادة من هذه المهرجانات. وشكرا جزيلا لحسن المشاهدة.